Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble des jus maison, délicieux, faciles à faire, comme vous voyez, meilleurs pour la santé et sans sucre. Et je vous dis, restez avec moi et suivez la recette et les étapes. السلام عليكم مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنديروا مع بعضياتنا العصير المنزلي اللي تيجي زوين ولذيذ بدون سكر، حاجة اللي هي زوينة على حساب الصحة. وغنقول لكم تبعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. Pour conserver les fruits dans le congélateur pour tous les jours. Alors, comme vous voyez ici, j'ai les bananes qui sont très mûres. Je vais les conserver aussi, ainsi que les oranges. كيف كتشوفوا باش نحتفظوا بهذا الفواكه غنديرهم في المجمد. غادي نوجدهم نقطعهم. كيف كتشوفوا البنان طيب، غادي نقشره وغادي نحافظ عليه نقيه ونديرو كيه هكايا رونديلات، هو والليمون أو البرتقال. هي با ميو كو لي جو في ميزون، مكاين ما حسن من العصائر ديال الدار منزلين. جو بليشي لورانج، نقشر البرتقال أو الليمون، غادا ندور بيها كلها مع الجنة كيه هكا. جو فيغ تو لو تور de cette façon et je vais enlever tout ce qui est blanc. غنحيد كلشي هادشي اللي هو ابيض كيف كتشوفوا، ندير لي كيه هكايا اي سي رابيد، يكون مسربي بهذه الطريقه كيف هكايا كيف هكا. من ثم ensuite on les coupe en rondelles. كيف كتشوفوا كنديروهم كي هكا يا رونديلات، ونحيدوا هاد الوسطانيه كي هك. هنا لي سكي او ميليو دو سيت فاصون هانتوما، ونمشيو على هاد العمليه اي اون كونتينيو دو سيت فاصون بور لي اورانج. الطريقه اللي نديروا الليمون او البرتقال، ici je vais mettre du jus de citron dans le saladier. هنا كيف كتشوفوا غندير العصير ديال الحامض في هذا الاناء pour mettre les rondelles de banane، باش ندير الرونديلات ديال الموز او البنان. ensuite comme vous voyez je mets directement les rondelles dans le jus. كيف كتشوفوا مباشره كندير الدويرات ديال البنان او الموز، غير ندوزهم في العصير ونحيدهم. جو لي باس دون جو دو سيترون جو لي انليف بور كي نسوكسيد با، باش ما يكحلوش. كيف كتشوفوا ندير لهم كي هكايا صافي، ونحيدهم وندير وحدين اخرين اي اونسويت جو لي انليف جو مي دوطخ بانان اي اون كونتينيو دو سيت فاصون. نو ليسي با سابيمي لي فروي، اوتيليزي لي دو سيت فاصون، ما تخلوش الفواكه تضيع. ديروا لها الطريقة باش تستافدوا منها اكثر، وملي تديروهم عصير طحنوهم ما تزيدوش لهم السكر، خليهم طبيعيين. اي كون فولي ميكسي بور اوبتينير لو جو نو راجوتي با دو سوكر، ليسي لي ناتوريل سي ميور بور لا سانتي. فوالا Voilà, une fois que j'ai fini de les préparer, je les ai mis dans des plateaux, comme vous voyez, la banane, l'orange, qui m'a caché au fond, les jetons, le plateau, la banane ou le limon ou le portugal. Ici, j'ai l'avocat, que j'ai fait pareil aussi, je l'ai épluché, je l'ai mis ici sur le plateau. Ou l'avocat, je l'ai fait de la même façon.
وغنديرهم في المجمد، وملي نبغيوهم راه كنخرجوهم ونديرو بهم العصائر. جو لي ميتر او كونجيلاتور اي كون جي بيزوان جو لي سورتير بور فير دي جو دي سموسي. جو في ميكسي لو برومي جو، غادا نطحن العصير الاول اللي بالبرتقال وبالبنان. لو برومي جو اي ا باز دورانج اي دو بانان. دونك دون سيت كانتيتي لا جو في ميتر ان دومي لتر دو. في هاد القياس غادا ندير نص سيترو ديال الماء كيف كتشوفوا، ها هو هنايا. اي فو سوكري سولون فوتر غو، موا جو لاس ناتورال جو مي با دو سوكر. والسكر ليكم الاختيار، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش. البنان اصلا حلو، الليمون حلو، ما غاديش ندير السكر. كوم فو فويي لي فروي سون كونجلي، جو لي زي كونجلي بور كو سو سوا ميور كي سوا فري. كيف كتشوفوا هاد الفواكه درتهم في الكونجيلاتور في المجمد، تلجو مزيان، كيجيو ملي كيطحنو كيكونوا باردين، كيكونوا اصلا مزيانين. وغندير الماء جميلو اي جو في ميكسي، وغادي نطحنهم ونتلاقاو من بعد اون سو تروف انسويت. فوسي نو جو، جيسبر كو فولي زيسيري، اي سون فري اي ديليسيو اي ناتورال. العصير ديالنا طبيعي وبدون سكر، كيجي زوين. هنا عندنا البنان والبرتقال، ici nous avons la banane et l'orange. voilà. et ici nous avons l'avocat et l'orange. هنا عندنا l'avocat والبرتقال. كيف كتشوفوا، نتمنىكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. مع هذا رمضان ان شاء الله اللي جاي، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. ديروا هاد الوصفات افيك بروشينمون لو رمضان كي اريف، vous pouvez les faire, ils sont rafraîchissants et faciles à faire. n'oubliez pas de vous abonner et de faire le partage et je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. وما تنساوش تشتركوا وديروا البارطاج، وغنقول لكم بسلامة إلى الحلقة المقبلة بحول الله.